punctuation marks علامات التنقيط for fifth and sixth the full stop النقطة when to use the full stop متى تستخدم النقطة at the end of complete sentence تكتب النقطة في نهاية الجملة التامة والتي تبدأ عادة باسم أو ضمير example Iraq is my country. هذه الجملة خبرية تامة بدأت باسم لذلك كتبت النقطة في نهايتها Rewrite using punctuation marks. أعد كتابة الجملة باستخدام علامات التنقيط A pilot flies planes. نعم هذه الجملة تامة وخبرية تحتاج إلى نقطة في نهايتها The question mark علامة الاستفهام When to use the question mark متى تستخدم علامة الاستفهام At the end of the question تكتب علامة الاستفهام في نهاية السؤال ويبدأ السؤال عادة إما بأداة استفهامية مثل Where How Who Why Whose What أو يبدأ السؤال بأفعال مثل Does Are Is, do, can. Example. What color is this flower? Can you ride a bike? لاحظ وجود علامة الاستفهام في نهاية السؤالين لأن السؤال الأول بدأ بأداة الاستفهام what السؤال الثاني بدأ بالفعل can. Rewrite using punctuation marks. أعد كتابة الجملة باستخدام علامات التنقيط. What time is it? ماذا تحتاج هذه الجملة؟ نعم هذا صحيح علامة استفهام في نهايتها The apostrophe الفارزة العليا When to use the apostrophe متى تستخدم الفارزة العليا؟ 1. In the possession S في صيغة التملك S Example This is my brother's bag هذه حقيبة أخي لاحظ وجود أس التملك مع الفارزة العليا بعد كلمة brother. 2. In the contractions وتستخدم الفارزة العليا في اختصارات الأفعال مثل It's, your, don't, what's, his, isn't, that's, I'm, can't. Example I like this panda. It's so lovely. It's is a contraction هي صيغة اختصار لذلك احتوت على فارزة عليا apostrophe Rewrite using punctuation marks Kamal's mom is a teacher She's great ماذا تحتاج هذه الجملة؟ نعم كلمة Kamal's تحتاج إلى فارزة عليا apostrophe لأنها صيغة تملك She's أيضا تحتاج إلى فارزة عليا لأنها صيغة اختصار. The comma الفاصلة. When to use the comma متى تستخدم الفاصلة؟ تستخدم في حالتين. أولا after the words yes and no. تكتب بعد الكلمتين yes or no. Example Are they cooking? Yes, they are. لاحظ وجود الفاصلة في الأسفل بعد كلمة yes. Rewrite using punctuation marks. Is this a t-shirt? No, it isn't. ماذا تحتاج هذه الجملة؟ نعم تحتاج إلى كما بعد كلمة no Two. Before the word but تكتب الكما أيضا قبل كلمة but Example I like cherries but I don't like apples لاحظ وجود الفاصلة في الأسفل قبل كلمة but
Rewrite using punctuation marks. She has a sister, but she doesn't have a brother. ماذا تحتاج هذه الجملة؟ نعم، تحتاج إلى كما في الأسفل قبل كلمة but.